إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. لا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. دي أحلى شدة سفون على الكائن اللي اسمه زكريا بطرس. الراجل ده، قبل أي حاجة يا جماعة، أنا عايز أقول حاجة. أنا واحد من مسيحيين مصر، أهو ختم الـ 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 الصليب بتاعنا، يعني عشان ما حدش يطلع يقول إيه أصل ده واحد مسلم وواحد إخواني وواحد مش عارف مين والفيلم ده كله. هقول لكم على حاجة خلصانة بالشياكة، مفيش مسيحي في مصر راضي باللي بيعمله زيكو. أنا طلب محبة. الفيديو اللي أنا عامله ده عامله لمنع أي نوع من مضايقات لإخواتنا المسلمين ولكل المسيحيين، لأن إحنا شعب واحد ونسيج واحد. سيبوكوا بقى من أي حاجة، أنا ما لقيتش مكان أعمل فيه الفيديو لعم زيكو ده غير الحمام، لأن هشد على أمك السفون. ليه بقى؟ لأن إحنا شعب واحد. فلو سمحتوا يا جماعة تعملوا شير، لأن في ناس فعلا ضعيفة الإيمان وفاكرين إن المسيحيين ورا عم بلاص ده، ما في مش راكبة، مش راكبة. المسيحيين في مصر بيحبوا إخواتهم المسلمين، ربنا في كل الأديان وصى بالسماحة. زكريا فقلص ده مفقلصنا خالص، مفقلص الناس، يعني حرام عليك يا زيكو اللي أنت بتعمله فينا، هطلع أمك مسرح. يا جماعة الخير، إحنا هنفضل طول عمرنا شعب محدش يلعب بينا. كنيسة تتفجر مسلمين بيعمروها، جامع هيتضرب مسيحيين هيعمروه، لكن زكريا بقلص ده متبقلص خالص. ده واحد ملوش علاقة بالمسيحيين في مصر ولا المسيحيين في العالم كله. دي ورقة بيستخدموها للإرهاب ولكل الناس اللي بصوا دورني. انا شو اللي شفته النهارده من امك ده زيكو، دورني، اعملوا شير عشان يشوف. يا زيكو يا اهبل، يا زيكو يا مخربط، انت يخرب بيت امك، عايز مننا ايه؟ ده انا ما بشتمش حد، خلتني دورتني يا جدع. مالك انت يابا، انت مالك انت ومال المسيحيين ومالك انت ومال المسلمين؟ ما تتكلمش على حد، انت تخرس خالص، انت تخرس خالص. انت فاكر ايه الناس يعني هتيجي بقى وبتاع وهيروحوا؟ انت عايز يعني، انت عايز مثلا الناس تولع في بعض؟ مش هيولعوا في بعض، كل خرا مش هيولعوا في بعض. المسيحيين والمسلمين في مصر مش هيولعوا في بعض. انت بني، انت كائن كينونه كده، ها، مختل عقليا، محتاج الناس تقول لك اخرس. انت محتاج اخرس، زكزك اخرس يا زكزك، مالكش دعوه بالدين الاسلامي. الدين الاسلامي دين سماحه، اللي انت بتقوله ده هبل وعبط. انت اخرك الحمام، اشد على امك السفون، انت سفون اصلا. ففكك من اللي يشكك يا برنس، ماشي؟ عشان خاطر ربنا. ويا جماعه الخير، يا ريت تعملوا شير للفيديو عشان الناس تشوف وتعرف ان مش المسيحيين في مصر اللي بيعملوا كده، ولا بيأيدوا واحد متخلف زي ده. قسما بالله، بص ده انا هشد السفون والفوطه ورا مني، اقسم بالله هاخد دش وهظبطك. انت عايز مسرح، يخرب بيت ام اللي جايبك يا جدع. ارحمنا بقى، ارحمنا بقرفك اللي بتطلع لنا عليه، بلاعه البكابورت اللي بتفتحه لنا كل اسبوع كل 10 ايام. عايز ايه يابا انت؟ عايز ايه؟ انت عايز، مش هتولع مصر، مش هتولع مصر، مش هتولع، مش هيأمنوا باللي انت بتقول فيه ده وكل الهبل اللي انت عمال بيه بيه بيه. ايه يا عم في ايه؟ انت ايه ستروكس؟ يخرب بيت وايه ضارب لك سيجاره حشيش انت وانت قاعد في مكانك، تروح اسرائيل وترجع تاني يا جدع؟ ما فكك بقى يابا، بقى ما فكك مننا بقى، يخرب بيتك وبيت معرفتك السودا، زكزك انت بلاص، ده انت حاجه خرا. انت رايك في بطرس يا مقدس عماد ولا ما يعمل؟ كلنا اخوه، والمسلم للمسلم والنصراني للنصراني، وكلنا حبايب. وساب الكنيسه، ساب الكنيسه وراح وسافر بلاد بره، ما هو قاعد هناك مرتاح ومش حاسس باللي حصل. من داخل لغيت بره، اعمل حساب النصارى يا ابونا لا يطلعونا من البلد بره. قال التلت والتلتين نجيب منين ليهم؟
ده احنا بالادب والذوق عايشين وسطيهم. قال اسمع كلامي والحكم ماشيه، خلي كلامك محكوم عشان تخلي النصارى على الطريق. يا انا على الطريق ماشيه، دي كلمه رب العباد على طول الزمان ماشيه. بس هو راجل مش محترم. قال اسمع كلامي يا زمان، برد القول على الواحد مسلمين ونصارى وعايشين في وطن واحد. يا انا عايشين في وطن واحد على قولة الحق وبنوحد يا سيدي وبنوحد الواحد. بمسي على المخاليق ما اقدرش اسيب من المخاليق واحد. قال اسمع كلامي يا جميل وبلاش من الفتنة. من الفتنة؟ قول الكلام اللي هتقوله بره، ما تجيش وسطنا وتعمل وسطنا فتنة. يا ده وسطنا فتنة، لو خربت البيوت يا حبيبي يبقى الخراب من الفتنة. فتنة. بطرس دي مش حلو. طب انا نصراني مش اجنبي، انا نصراني مش اجنبي، من جرح بقرقط على نبي، من جرح بقرقط على نبي، والالم ساكن في جنابي، بالمصر تركنا الاجنبي. علي الطلاق تسلم. طب انا نصراني مش اجنبي، من جرح بقرقط على نبي، والالم ساكن في جنابي، من مصر زعطنا الاجنبي. ملوش بعد وسطين، خير لوطنه. انا اللي بقول الاخ وكلامي الجميل عربي، فلاح بصاحب المخاليق من مسلم لغير نصراني مع العربي. لو عاوز تعيد التاريخ يا حبيبي، ده احنا قلنا النبي عربي. بقول النبي عربي، سيبنا من كلام الاجانب يا جمعه وخليك مع العربي. مع العربي. ارجوك تعيد الكلام وعلى القنوات هتزيعه. هزعوه لك. واللي يقول الخير كل المخاليك بتزيعه، لكن في ساحه الشر ما تلاقيش حد. يزيعه. عايز يخربها. بوترس. في ساحه الشر ما تلاقيش حد. يعيد الكلام ويزيعه، ده الدنيا ادوار يا جمعه، واللي دار بالكلام من هنا نزيعه. نزيعه عشان بوترس.